الحمد لله الذي أذن لعباده بذكره وفتح لهم أبواب تهليله وتكبيره وتسبيحه وشكره، فصح لهم بذلك اتصالهم بحبله، فدخلوا برحمته دوائر قربه. وأصلي وأسلم على سيد الوجود وأشرف موجود مولانا حضرة النبي، اقرأ القرآن والأثر وانظر التاريخ والسير، تعرف الأمر الذي بهر، كيف فاق المصطفى البشر. إنها من أعظم النعم بعثة المختار للأمم، نور أطل على الحياة كريمة، وبفضله فاض السلام عظيما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. ده حضرة النبي، ده مين؟ ده حضرة النبي. لما سئل الإمام عبد الحليم محمود عن مولانا حضرة النبي قال: إن الله قبض قبضة من نوره، فقال لها: كوني. قالت: ماذا أكون يا من لا يصفه الواصفون ولا يتسامى إليه المتسامون؟ قال لها: كوني محمدا. فكانت أجمل الخلق خلقا وخلقا إلى قيام الساعة. ده حضرة النبي. الآن أذن الله لنا أن نحيا بميلاد حضرة النبي. الآن شرفنا الله جميعا بأن نحيا بمولانا حضرة النبي. وانظر عندما تأتي قريش بحسان بن ثابت ولم يكن أسلم، قالوا له: نريدك أن تهجو محمدا. عشان تعرف ان ربنا ما بيأذن لك، بيجعلك تبقى في النور. لما تشوف النور، ومن لم يجعل الله له نور فما له ايه من نور. فصلي على النور، فصلي على ايه؟ على النور اللي ربنا قال عليه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. المفروض ما يكلمك يقول لك: قد جاءكم من الله ايه؟ كتاب مبين والنور، مش كده؟ لكن نور رسول الله من نور الحق، ولتعلم أن نور رسول الله من نور الحق. لما صعد الأمين جبريل في ليلة الإسراء والمعراج ولم يستطع أن يخترق الحجب، دار حديث بينه وبين مولانا حضرة النبي، قال: ألست من نور يا جبريل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وأنا من نور؟ قال: نعم يا رسول الله، نوري من نور المخلوقات ونورك من نور الذات. فالتقاء ذات محمدية بالذات الايه؟ العلية. التقاء الذات المحمدية بالذات الايه؟ العلية. ولذلك إن ربنا كلمك في القرآن وقال لك على سيدنا النبي: ما كل إنسان له قلب وله فؤاد. اسمع دي، كل إنسان له قلب وله إيه؟ الفؤاد. القلب: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إيه؟ لذكر الله. والقلب السليم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب إيه؟ سليم. فعشان قلبه سليم دعا ربنا، ولما دعا ربنا قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فأنا هكلمك على القلب والفؤاد في عجالة. القلب: لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني إيه؟ قلب عبدي المؤمن. والقلب ده ربنا جعله للطاعة. بس اسمع، بص، شوف الفؤاد هنا بقى. لما ربنا أذن لأم سيدنا موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه إيه؟ من المرسلين. شوف الجمال هنا بقى، تقوم أم سيدنا موسى رضعته رضعة كده تكفيه لغاية لما ترجع له تاني. فتقوم أم سيدنا موسى لما أخته قالت إيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به إيه عن جنب، لما قالت لهم أنا حجيب لكم حد يرضع وأنا عندي اللي يرضع. مين اللي يرضع؟ سيدنا موسى. فأم سيدنا موسى صدر للقلب أمر من الحق، لكن هنا الفؤاد تحرك. يقوم ربنا يقول لسيدنا جبريل انزل لأم موسى واربط على الفؤاد. قال له ايه؟ قال له ده الفؤاد هيتحرك عشان ايه؟ تحن لابنها، لانه جزء من ايه؟ من امه. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لكن فؤاد مولانا حضرة النبي حن للنور الأول الذي خلق منه، لذا قال عنه الحق ما كذب الفؤاد ما رأى. عشان تعرف الفرق بين القلب والإيه والفؤاد، ما كذب الفؤاد وإيه ما رأى، ده حضرة النبي. يبقى قريشي لما جد سيدنا حسان بن ثابت علشان يهجي سيدنا النبي، يقوم ما حطوه على ربوة عالية كده، فبيتكلم مع نفسه بقى هنا، لسه النور هنا يعني بدأ سيدنا حسان يشحن، بدأ إيه سيدنا حسان يشحن، فبيتكلم كده وقريشي تحت رجليه يقول إيه؟ رأيت المبرأ من كل عيب وتهمي، رأيت مصباح الظلم، رأيت نورا يمشي على الأرض. ده شهد ببيتين قبل ما يشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. دول أجمل بيتين سيدنا حسان قالهم، أجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ده سيدنا النبي. يقوم سيدنا حسان اهو اقترب من النور بقى، خلاص رأى النور رأي عين. انت شفت النور يا حسان؟ قال ايوه. هتصف لنا النور يا حسان الى قيام الساعة؟ هيصف النور. هتاخد تأشيرة ما حدش خدها ولا هياخدها غيرك يا حسان؟ هتبقى شعر سيدنا النبي؟ شوف قال ايه حسان ابن ثابت، والله لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أدركه إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من أنجم الزهر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاستحق أن يكون شاعر سيدنا النبي. ليه؟ لأنه أبصر النور. أبصر مين؟ أبصر النور. واسمع الحديث دون والأبيات دي أنا كتبتها في الروضة الشريفة. الأبيات دي أنا كتبتها فين؟ في الروضة الشريفة بعد ما صليت على سيدنا النبي 10,000 مرة. شوف سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ سيدنا النبي قال إنما أنا رحمة إيه؟ مهداة. مش كده؟ إنما أنا رحمة إيه؟ مهداة. وسمعناها قبل كده من سيدنا الدكتور سيد صالح في افتتاح المسجد هنا. إنما أنا رحمة إيه؟ مهداة. والأنبياء لإمامهم عطية. مش كده؟ ورسول الله لنا هدية. هدية ربنا لينا كان سيدنا النبي، والعطية الأنبياء اللي قبل كده. حتى ما كلم سيدنا موسى قال ولقد مننا عليك مرة أخرى.
انت نبي وخليت اخوك برضو ايه نبي. لكن الهدية اللي ربنا اداها لك سيدنا النبي اما قال انما انا رحمة ايه مهداة. شوف الجمال. طب انت يا رسول الله ربنا اداك للأمة المحمدية هدية. ايوة عارفين ليه؟ علشان كنتم خير أمة أخرجت للناس. عشان ليه؟ علشان انتوا المحبوبين عند ربنا. احنا أهل الحب. أيوة أهل الحب. الأنبياء لأممهم هدية والأنبياء لأممهم عطية ورسول الله لنا هدية. والفرق بين الهدية والعطية أن العطية تكون للمحتاجين والهدية تكون للمحبوبين. لذا قال مولانا حضرة النبي تهادوا تحابوا. لذا كان سيدنا النبي يقبل الهدية ويرفض الإيه العطية. فمسكت بقلمي وجئت لأكتب هذه الأبيات في الروض الشريف. وماذا قلت؟ وقد مدحها كثير ومن بين الحاضرين سيدنا الشيخ عربي مدح ما قلنا في مولانا حضرة النبي. قلنا إيه في الروض الشريف؟ سألت الله أعظم النعم فأهداني رسول الله رحمة الأمم. قرآن من الله يمشي على قدمي في وصف أم المؤمنين لخاتم الرسل. فواح عطره ضحوك السن مبتسمي. أمان للخلق بالله معتصمي. أصل الهداية طريق الله مستقمي. دعوة إبراهيم في مبدأ الحرم. بشارة عيسى بالخير والقيم. محمد صفوة الرسل كلهم. محمد نور بالجود متسم. هو الحبيب المجتبى أبدا. هو منحة الرحمن من القدم. يا رب صلي على الهادي وعترته أبد الحياة في الدارين بالكرم. ده سيدنا النبي. ده مين؟ ده سيدنا النبي اللي قال لنا ايه؟ يرد علي الحوض أناس لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة علي. أناس كده ما أعرفهمش إلا بكثرة الصلاة. يا سيدنا النبي. طب اسمع سيدنا النبي وصف لك الحوض ده قال ايه؟ حوضي مسيرة شهر. مسيرة ايه؟ شهر. يعني الراكب يسير مسيرة شهر علشان يجيب اخر الحوض. زواياه سواء. طوله زي ايه؟ زي عرضه. ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكزانه بعدد نجوم السماء. لا يرتوي منه إلا من كان كثير الصلاة عليه. لا يرتوي منه إلا من كان كثير الصلاة عليه. لن تصل إلى ما وصل العارفون إلا بكثرة الحب. لن ترتقي إلا بالإيه؟ بالحب. لن يكتمل إيمانك إلا بالحب. ولذلك لما أوصى الحق على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة إيه؟ في القربة. ومن يقترب حسنة نجد له فيها إيه؟ حسنة. وانتوا عارفين إيه الحسنة؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنة أي أخلصوا في حب آل بيت سيدنا رسول الله أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بالحب دخلوا الجنة. طب لما دخلوا الجنة أهل حب بيت سيدنا النبي إيه اللي حصل لهم؟ خلاص؟ لا
ده دخلوا الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا الحسنى، أخلصوا في حب آل بيت سيدنا رسول الله، فنالوا الزيادة اللي هي إيه؟ النظر إلى وجه الله الكريم بالإيه؟ بالحب. بالإيه؟ بالحب. وليس هناك طريق ولا باب تصل به إلى الحق إلا مولانا حضرة النبي رسول الله. أنت باب الإله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخلي. مش هتخش على ربنا إلا بمين؟ إلا بسيدنا النبي، ولذلك سيدي محمد، ولذلك عشان تعرف قيمة الحب، سيدنا أبو بكر الصديق قال تركت لهم الله إيه؟ ورسوله. يقوم سيدنا النبي يقول إيه؟ كل امرئ له عندنا يتكافأناه عليها إلا أبو بكر الصديق. ده وقف على أحد وقال إيه؟ أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدين. الصديق مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق اللي يفدي سيدنا النبي بروحه، يفدي سيدنا النبي بدمه. حبك لسيدنا النبي قد إيه؟ وإحنا النهاردة قلت لك بنحيا بميلاد مولانا حضرة النبي. صليت على سيدنا النبي كم مرة النهاردة؟ زرت كم مريض النهاردة؟ وصلت رحمك بقالة قديمة وصلتهاش؟ تصدقت وقتيه؟ ما هو ده حبك لمين؟ لسيدنا النبي. حب اتباع. حب ايه؟ اتباع. ولازم حبك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد ربنا على طول. لن يكتمل ايمان المرء حتى يكون احب اليه ايه؟ من نفسه. ولما سأل سيدنا عمر قال له يا رسول الله بحبك بس مش اكثر من نفسي، قال لم يكتمل إيمانك يا عمر، قال أحبك أكثر من نفسي، قال الآن يا عمر. إيه معنى الآن؟ يعني اكتمل إيمانك يا عمر بحبك لسيدنا النبي. وعشان تعرف إن أنت في مكانة عظيمة صلي على سيدنا النبي. أصلي قد إيه؟ من صلى علي عشرا حين يصبح وعشر حين يمسي أدركته شفاعتي. عشرة بس أيوم. طب أنا بقول لك من هنا صلاة واحدة على سيدنا النبي أمان لك من النار، وأنا بقولها لك وأنا واقف أهو، وحقولها بكرة في التلفزيون وبقولها لك دلوقتي. صلاتك في حياتك كلها مرة واحدة على سيدنا النبي أمان لك من النار. واحدة بس. أيوة واحدة بس، لأن أنت ما بتصلي على سيدنا النبي مرة ربنا بيصلي عليك عشرة. أعمالك كلها اللي أنت عملتها في حياتك، اسمع يا ابني، أعمالك كلها اللي عملتها في حياتك ما بين القبول والإيه؟ والرد، إلا الصلاة على سيدنا النبي فإنها إيه؟ لا ترد. طيب أنا صليت صلاة ربنا صلى علي عشرة، ايه معنى صلاة الحق عليك؟ ايه معنى صلاة ايه؟ الحق عليك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. هم مين اللي يخرجوا من الظلمات الى النور؟ المؤمنين. الايه؟ المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إيه؟ من الظلمات إلى النور. ده بصلاة واحدة أهو، أنا بكلمك في صلاة واحدة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. عارف ربنا قال وكان بالمؤمنين رحيما ليه؟
لئن لا يوفق للصلاة على سيدنا النبي إلا المؤمن. إلا إيه؟ المؤمن. ما يصليش على سيدنا النبي غير مين؟ المؤمن. فلا يوفق للصلاة على سيدنا النبي إلا المؤمن. وكان بالمؤمنين رحيما. بس كده؟ لا، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ده هي الصلاة اهي، دي صلاة ربنا عليك اهي. تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام. وأعد لهم أجرا كريما. انت عارف كريما ليه؟ لأنك بين كريمين، الحق ومولانا حضرة النبي، فلازم تحظى بالكرم كله. يبقى دي ايه؟ اهلا سيد احمد، خش يا سيدي سعد، يا تقعد يا تيجي هنا. واعد لهم اجرا ايه؟ كريما. لا مش في كلام يا حاج مصطفى، انا مش هتبص لاخوك. دعوها فانها مأمورة، دعوها فانها ايه؟ مأمورة. احنا مش بناخد اذن مع حضرة النبي، مش بناخد اذن ايه مع حضرة، احنا قاعدين مع حضرة النبي. صلى على سيدنا النبي. يبقى هنا عرفت معنى صلاة الحق عليك ايه؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. بإيه؟ بالصلاة على سيدنا النبي. ده خد الأجر ده بإيه؟ بالصلاة على سيدنا النبي. واسمع وأنا بأسوق هذا الحديث، صلى على النبي. سيدنا النبي قاعد في المسجد اهو، مدد يا سيدنا النبي. سيدنا النبي قاعد في المسجد، وبعدين يدخل على مولانا حضرة النبي، وعن يمين سيدنا النبي سيدنا أبو بكر، وعن يساره سيدنا عمر، ويلي سيدنا عمر سيدنا علي، ويلي سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان بن عفان. شوف أنا بسوق لك المشهد ده فين؟ في مسجد المدينة المنورة التي نورها الحق بنور حبيبه محمد. يقوم يخش الأعرابي على سيدنا النبي، يقول له إيه؟ السلام عليك يا أهل العز الشامخ والكرم البازخ، فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه بينه وبين سيدنا أبو بكر، وهذه المرة الوحيدة الذي جلس أحد بين سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر الصديق. ده عمر سيدنا الحسن ما قعد بينهم، ولا سيدنا الحسين، ولا ستنا زينب. ده الأعرابي دي يقوم سيدنا النبي يقول ايه؟ يقول لسيدنا أبو بكر، يقول له ايه؟ اتأخر يا أبو بكر عشان الرجل الأعرابي ده يقعد. الله 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 الله. فيجلس الأعرابي بين مولانا حضرة النبي وسيدنا أبو بكر الصديق، ولأول مرة يجلس أحد بين النور والصديق. فلما قضى الأعرابي حاجته، يا ابني ده احنا بنتكلم عن سيدنا النبي، يا هلت ده احنا بنتكلم عن سيدنا النبي. فيجلس الأعرابي بين سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر الصديق. فلما قضى الأعرابي حاجته وانصرف،
قال سيدنا أبو بكر الصديق لمولانا حضرة النبي: أتعرفه يا رسول الله؟ قال: لا، غير أن جبريل أخبرني به. قال: وماذا أخبرك جبريل يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل أنه يصلي علي صلاة لم يصلها علي أحد قبله. قال: ماذا يقول يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فكانت وردا لسيدنا أبو بكر الصديق حتى لا يفرق أحدا بينه وبين سيدنا رسول الله. أدي الصلاة على سيدنا النبي من أعماق الروح، صلاة نبعثها لرسول الله من قدر ورفيع الذكر، وصلوات لرسول الله. يا هذا لو زقت مذاقي لنعمتم برسول الله، من تحجب عنه الأنوار فلن يفهم لرسول الله. يا رب، ما حيلة عبد إن يفنى برسول الله أو يبقى في النور فيغرق في بحر لرسول الله؟ عليه عتاب وحساب أم يحسب لرسول الله؟ سر يسري عند الله ونور الله رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. تم الكلام، وربنا المحمود وله الكبرياء والعلا والجود. ثم الصلاة على النبي محمد، ما ظل نجما في السماء يعود. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله علمه وحيا بلا قلم، سبحان من علم الإنسان بالقلم. اقرأ لعمرك في القرآن ناطقة، في سورة الحجر لا تخفى على الفهم. هكذا أيها الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة حول فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في هم وضيق وفاقة، وأمسيت مكروبا وأصبحت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم وسلم، فإن الله يأتيك بالفرج. عشنا مع هذه الكلمة من فضيلة الشيخ موسى الفواخري، ويتواصل اللقاء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم.